الأشخاص الأذكياء لديهم أصدقاء أقل من الأشخاص الآخرين، لأنه كلما زادت نسبة ذكائك كلما أصبحت شخصا انتقائيا أكثر. لا يهمني إن سرقوا فكرتي، يهمني أنه ليس لديهم أي أفكار. دع المستقبل يقول الحقيقة ويقيم كل واحد حسب عمله وإنجازاته. الحاضر لهم، أما المستقبل والذي عملت لأجله حقا فهو ملكي. كن منطويا، هذا هو سر الاختراع. كن وحيدا، هذه هي الوسيلة لتولد الأفكار. القليل كثير إذا قنعت، والكثير قليل إذا طمعت، والبعيد قريب إذا أحببت، والقريب بعيد إذا بغضت. المال لا يمثل أي قيمة، وهذه القيمة التي يتمتع بها أعطاها له الإنسان. يشعر المرء بموجة مفاجئة من الحزن ويبحث في ذهنه عن تفسير قبل أن يدرك أنه سحابة أعاقت أشعة الشمس. واحدة من أعظم المعوقات التي تؤخر حركة الإنسان هي الجهل، ما أسماه بوذا الشر الأعظم في العالم، برغم المعوقات الأخرى والتي غالبا ما تكون وهمية. الفرد سريع الزوال، والأجناس والشعوب تأتي وتزول، ولكن الإنسان لا يزال إنسان. هنا يكمن الاختلاف العميق بين الفرد والكل. الاختراع هو أهم منتج لدماغ الإنسان المبدع، والغرض النهائي هو التمكن والسيطرة الكاملة للعقل على العالم المادي وتسخير الطبيعة البشرية لاحتياجات الإنسان. علماء اليوم يفكرون بعمق بدلا من التفكير بوضوح. يجب على المرء أن يكون عاقلا حتى يفكر بوضوح، ولكن يمكن للمرء أن يفكر بعمق ويكون مجنونا تماما. لو كان بإمكاننا تحويل الكراهية إلى طاقة كهربائية لتمكننا من إنارة العالم بالكامل. ستعيشون لتروا أشياء مرعبة من صنع البشر تتخطى قدرتكم على الاستيعاب. عندما يصبح الميل الطبيعي رغبة عاطفية، يتقدم المرء نحو هدفه على قدم وساق. الملاحظة السيئة هي ببساطة شكل من أشكال الجهل، وهي مسؤولة عن العديد من الأفكار السيئة والأفكار الساذجة التي لا تزال سائدة. كل ما كان رائعا في الماضي تعرض للسخرية والإدانة والقتال والقمع، إلا أنه ظهر بقوة أكبر وانتصر في نهاية تلك المعارك. من الواقعي أن نقول إنه كلما عرفنا أكثر زاد جهلنا بالمعنى المطلق، لأننا من خلال الفهم أصبحنا ندرك حدودنا. ما يسميه بعض الناس الله يسميه آخرون قوانين الفيزياء. نحن نشتاق إلى أحاسيس جديدة، لكن سرعان ما نصبح غير مبالين بها. عجائب الأمس أصبحت الأحداث الشائعة اليوم. الإسراف في الحياة الجنسية هي علامة على انحطاط البرجوازية. معظم الناس منغمسون في تأمل العالم الخارجي لدرجة أنهم غافلون تماما عما يحدث داخل أنفسهم. ضعف الملاحظة هو ببساطة شكل من أشكال الجهل، وهو مسؤول عن العديد من المفاهيم غير الصحية والعديد من الأفكار الغبية التي تسود. بينما أستعرض أحداث حياتي الماضية، أدرك مدى دقة التأثيرات التي تشكل مصيرنا. متعة الحياة أن تعيشها على طريقتك أنت، لا على طريقة الآخرين.
ذكر دائما بأنك تملك الخيار لتغير ما في عقلك حتى يتغير معه مستقبلك أو ماضيك. كم أتوق إلى مزيد من الوقت، لكن الوقت هو السلعة الوحيدة التي لا يمكنني شراؤها حتى بثروة الفاحشة. يحتل الجنس المركز الأول في قائمة أهم أشياء في حياة الإنسان، التسعة الباقين غير مهمين.